بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، حيث سلمها إلى قداسته في حاضرة الفاتيكان سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي. وتتعلق الرسالة بتعزيز العلاقات الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والفاتيكان في العديد من المجالات، ومن بينها التعاون بين مكتبة الملك حمد الرقمية ومكتبة الفاتيكان الرسولية. الجدير بالذكر أن مكتبة الفاتيكان الرسولية تم تأسيسها في القرن الخامس عشر الميلادي، وتضم العديد من المخطوطات والكتب بمختلف اللغات، من بينها مخطوطات وكتب باللغة العربية في مختلف مجالات المعرفة كالطب والفلك والرياضيات والأدب.